السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. الجولة الرابعة تبدأ بإذن الله تعالى غدا السبت 3/10/2020 أو 3 أكتوبر 2020. مبدئيا كده التوقيتات اللي موجودة في الفيديو هي توقيت مصر وليبيا والسودان. لو حضرتك من مكة المكرمة أو السعودية أو الكويت أو قطر أو البحرين أو اليمن أو العراق أو بلاد الشام، سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، زود ساعة على توقيت الفيديو. يعني توقيت هنا مثلا مباراة تشيلسي وكريستال بالاس ميعادها الساعة 1:30 مساء بتوقيت مصر، هتكون عندك 2:30. لو حضرتك من الإمارات أو سلطنة عمان زود ساعتين، يعني 1:30 في الفيديو للمباراة تشيلسي وكريستال بالاس هتكون عندك 3:30. لو حضرتك من تونس أو الجزائر أو المغرب قلل ساعة، فال1:30 مساء دي هتكون 12:30 مساء أو 12:30 ظهرا، يعني 4 مساء برضه هتكون الساعة 3 مساء. لو حضرتك عايز توقيت العالمي توقيت جرينتش او توقيت دولة موريتانيا قلل ساعتين، يعني 4 مساء هتكون 2 مساء، 1:30 دي هتكون 11:30 صباحا. متابعينا الكرام، اول مباراة معانا في الجولة الرابعة بالنسبة للدوري الانجليزي الممتاز تشيلسي امام كريستال بالاس ميعادها الساعة 1:30 مساء بتوقيت مصر. القناة الناقلة قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 وبي ان سبورتس اتش دي 2 وبي ان سبورتس 4K والمعلق يوسف سيف، وربنا يكون في عين جماهير تشيلسي من يوسف سيف. يعني ايفرتون هيلعب امام برايتون الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 2 والمعلق احمد البلوشي. ليدز يونايتد هيلعب امام مانشستر سيتي، مباراة هتبقى قوية لان ليدز يونايتد بيحب يجيب جوان، ومانشستر سيتي طبعا جوارديولا عايز ينتقم. المباراة ميعادها الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، مش هينتقم ليدز يونايتد، لا ينتقم المباراة اللي فاتت 5-2 وكده. زي ما قلنا المباراة ميعادها 6:30 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 1 وبي ان سبورتس اتش دي 2 والمعلق حفيظ الدراجي. ونيوكاسل يونايتد هيلعب امام بيرنلي في اخر مباريات هذا اليوم الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 2 والمعلق احمد عبده. يوم الاحد 4 اكتوبر 2020 استكمالا للجولة الرابعة، ساوث هامبتون هيلعب امام ويست بروميتش البيون الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر، القناة الناقلة هي قناة بي ان سبورتس اتش دي 5. طيب ليستر سيتي هيلعب امام ويست هام يونايتد الساعة في نفس التوقيت الساعة 1 ايضا، 1 ظهرا او 1 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 1 وبي ان سبورتس اتش دي 2 والمعلق علي محمد علي. ثم ارسنال هيلعب امام شيفيلد يونايتد الساعة 3 عصرا او 3 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 2 والمعلق محمد بركات. وفي نفس التوقيت ولفرهامبتون هيلعب امام فولهام، والقناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 5 والمعلق حسام الدمسيسي. مانشستر يونايتد هيلعب امام توتنهام هوتسبير الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، ومباراة قوية، القناة الناقلة لها بي ان سبورتس اتش دي 1 وبي ان سبورتس اتش دي 2 وبي ان سبورتس 4K والمعلق خليل البلوشي. واستون فيلا هيلعب امام ليفربول في ختام الجولة الرابعة الساعة 8:15 مساء بتوقيت مصر او 8:15 دقيقة، والقناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 2 والمعلق هو خالد الحدي. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز توقيت مصر وجرينتش ومعظم الدول العربية والقنوات الناقلة والمعلقين. أهم مباريات الجولة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد، مباراة ليستر سيتي وساوث هامبتون وويست هام يونايتد عذرا، مباراة أرسنال وشفيلد يونايتد، وأيضا مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام، ومباراة أستون فيلا أمام ليفربول. اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك، سبسكرايب واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.